أكيد كلكم صرتوا عارفين أختي ميمي بطاط قد إيش تعشق شيء اسمه بطاط. حرفيا يا جماعة أختي أقدر أسميها مدمنة بطاط. عشان كذا يا جماعة قررت وأخيرا أحقق حلم أختي ميمي بطاط وأخليها تعيش على البطاطس لمدة 24 ساعة. ليه كل شيء؟ ليه كل قاعدة تهيألي؟ ما يتهيألك سيس، اليوم رح تعيش على البطاطس لمدة 24 ساعة. هذا بيكون أحلى يوم في حياتي. تبغوا تعرفوا إيش اسمها؟ على فكرة اسمها ميمي بطاط. جماعة السناب سموها ميمي بطاط لأنهم يعرفوا كمان قد إيش هي تعشق البطاط. هغير اسم البطاط بدل ميمي البطاط. أيوة. طبعاً يا أختي حبيبتي اليوم أنا مجهزت لك ميني وعلى كيف كيفك. رح تفطري بطاط، رح تتغدي بطاط، رح تحلي بطاط، ورح تعشي ورح تتعشي بطاط كمان. فأول شيء لازم تسوي إيش؟ نجيب بطاط. وعشان نبدأ التحدي يا جماعة قررت أدخل وأطلب كل أنواع البطاطس الموجودة في السوق. شوفي وش وصل يا بالحامل والمحبوب. تعالي تعالي شوفي وش جبت لك. ما خليت نوع بطاطس ما طلبته، طلبت كل انواع البطاطسات الموجودة عندهم. وربي انك كفو. اول شيء ما شاء الله هذا انا مرة احبه يا جميل. جبت لك كل انواع البطاطس، جبت لك ليز، جبت لك راز، جبت لك هذا، جبت لك برينجلز، جبت لك حتى هذا عشان ما تسمني شايفة هاند كوكت. الله عليك يا ربي كفو. بطاطا حلوة. واو. جبت لك حتى العيش مكتوب عليه خبز البطاطا الذهبية. والله يا اخي اختي يا اخي يا جماعه جبت لك ويجز وجبت لك البطاطا هذه. انا عارف انك مره تحبيها. ماي فيفرت. وكمان جبت لك هاش براون. الله شايفه انت اليوم حتتدلعي. وحتى جبت لك اصابع البطاطس. شايفه قلت لك ما خليت نوع ما طلبته. طيب يا بيبي جاهزه تبدأ يومك باول وجبه بطاط؟ انا اللي جاهزه يلا بسرعه. طبعا اول وجبه في المينيو اللي راح تفطر عليها ميمي راح تكون حتكون مفركة بطاط. اوه ماي جاد والله مرة احبها. مفركة بطاط ولا مفركة بيض ما ادري شو اسمها بالضبط. المهم اللي هي بطاطس كذا مسلوقة وتحمروها بزيت بعدين تحطوا معاها بيض. اخ انا جعت والله. جاهزة نسويها؟ جاهزة. واخيرا يا جماعه البطاطس صار مستوي. هلا طبعا اعطينا كذا سلقه عشان بسرعه كذا نقدر نحمره لانه انا صراحه ميته من الجوع. اول شيء راح نحط البصل. شايفين كيف البصل تحمر عندنا؟ تحمر ولا قصدك احترق؟ هذه نكهه يا عمري هذه نكهه. الحين نحط البطاطس احلى حاجه في الحياه ونخليه يتحمر معانا. الله 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 معليك 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 انت ولا ايش؟ لا ايش هذا القدر ما ادري بطاطس بنكهة القدر صار. لا القدر هذا بس يلصق الاكل. ايوه ايوه القدر يلصق. معليك معليك انت اهم شيء بعدين الطعم احكمي على الطعم بعدين ما تحكم الحين. الحين قاعدة احط فلفل احمر وفلفل اسود وراح نحط شوية تشيليز. لا تكثري لو سمحتي. ابشري خلاص خلاص. لا لا خلاص
أبزع أبزع أبزع. رح نحط كمون كمان يا جماعة، أتوقع رح يصير طعم لذيذ. والحين نجيب البيض. أحلى فطور في الحياة. تبغي البيض يكون كذا عيون ولا تبغين خلط؟ أنت سوي واحدة عيون واحدة كذا مخ. يا شيخة مو على كيفك، ثاني واحد كمان. واو والله الوان تسلك الوان البيض. درجات البرتقال يا جماعة شوفوا كيف. وهذه المفركة الله صارت. شايفة؟ شايفة الدلع شايفة؟ لو القدر مو حار كان سرقته وهرب. لا يا شيخ أنا اللي ميت جوع وطبخت. يلا خذ القدر. يلا ناكل والله ميت الجوع. ولا تنسي تجيب العيش اللي بالبطاط. الله الله يا ست الحسني والدلال. تفضلي تفضلي أول وجبة بطاط في اليوم. قال فطور ملكي، قال هذا الفطور الملكي ولا بلاش. كيف؟ فنانة. كم من عشرة؟ مليون من عشرة. يلا بسم الله يا جماعة، خلوني أجرب الطبخة اللي أنا سويتها. طبعا شكلها في المطاعم أحلى بس. تسلم يدك. بلا. واو واو واو. وعيش البطاطس يا جماعة حلونة طرية طرية. أنا بالعادة أذوقه بس في البرجر، ما قد جبته للبيت بس والله جنن. حلو كده مرة طري صح؟ عادي خلاص سوي لك مقالب بعد كده. دام حتدلعيني زي كده سوي لين ما تشبع يا شيخ. ما شاء الله قاعدة تصوري سنابات ورايقة مو ناوية تغديني؟ تراني ميتة جوع. أول شيء قاطعتيني وأنا قاعدة أصور. يعني معليش الأهل سناب يعني بس تراني مرة جوعانة يعني. هدي أختك حرام عليك. ما شاء الله لسه ماكلين قبل ساعتين مدري ثلاث ساعات إيش؟ أنا البطاطس عندي انهضم بسرعة يا أخي يلا. عشتوا يا اللي البطاطس. بعدين أنا بعد ما تخلص الأكل حكون. حتكوني بدبل دبل. أغمى علي من الجوع. يلا أبشري أبشري راح أسوي لك. لا ليش أنا أسوي لك؟ أنت راح تسوي الطبخة الجاية. تفضلي تفضلي على المطبخ أجهزت لك كل المكونات شايفتها قدامك. ما شاء الله ايش ناوي اسوي؟ راح اسوي لك قصدي انت راح تسوي لنفسك احلى ادام بطاطس. ما حامض مليون. ما حنحط فيه خضار ونحط فيه دجاج ونحط فيه اي شيء بس بطاطس. اول شيء ميمي حطي لنا الزيت وكتري كتري كل ما كترتي كل ما يطلع. خلاص خلاص احنا ما حنقلي ما حنقلي. حطي البصله نفسك. يا سلام يا حتذوقي احلى ادام بطاطس. وحنسوي ايديا ايوه حنسوي حامض اكثر اكثر. الله حامض. ونحط الثوم. كفو عليكي الله. سامع الصوت ما شاء الله اختي السنعة. والله انك كفو كفو. تبخري تبخري يا ميمي تبخري. حتعصر بصل. بصل وثوم وطماطم. طبعا راح نحط الماجي والبهارات اللي انتم حابينها. عندنا هنا كمون وكاري بودرة البصل، عندنا بهارات مشكلة، عندنا كزبرة وعندنا كركم. يلا ميمي حطي لنا البهارات كلها ولا تنسي الملح والفلفل. الله الحب في الحب. يا سلام يا سلام يا سلام. وهذا التمر الهندي. خلاص خلاص لا تكثري حتصير مرة حامضة بعدين. اخر شيء نحط البطاطس. انحرق انحرق يا شيخة. ما تشوفي شوفوا كيف حرقتني الاكلة. عمليات انقاذ سريعة. هذا اللي يولي ميمي مهمة الطبخ يا جماعة. واخر شيء يا جماعة راح نضيف عليه موية وراح نخليه يتسبك. بس لا تكثري موية ما نبغى تكون كذا شوربة. كمان زودي شوية كمان شوية. خلاص كافي. ايش هو القدر تغير؟ انت ايش جابك؟ مو كنت على اساس فوق؟ ايش صار لك غيرت القدر؟ ما عجبني لونه الوردي. اوه ماي جاد اوه ماي جاد حركه البطاطس. انت السبب. انت قلتي خلاص يكفي مويه. انا السبب. انا ما قلت لك تعلي النار خليتيها اقوى شيء ولا ايش؟ اوه ماي جاد. يلا على الاقل كويس طلعتي بهذا. يا جماعه على بال ما يستوي الغداء قررنا انا وميمي نسوي حلا. اوه ماي جاد هذا الحلا يعني اول مره في حياتي راح اسوي شيء زي كذا. انت قلت سويتي هذا الخلطه من قبل؟ ابدا. شوفوا يا جماعه الخلطه راح تكون عباره عن شوكليت مع بطاطس. توقع راح تطلع لذيذه. غريب طعمه احس مالح مع حلو. شوفوا الناس اللي تحب الاشياء المالحه المقرمشه مع الاشياء الحاله راح يعجبهم. شوفوا الحلا عباره عن مكونين بس. اول شيء نجيب الشوكليت وراح نذوبه في الميكروويف. وهذا سيحنا الشوكليت زي ما انتم شايفين. يا سلام يا سلام يا سلام. عيدان البطاط مع الشوكولات. ايش الخلطه الغريبه هذه؟ اتوقع انها تطلع لذيذه.
وهذا حلانا صار جاهز، الحين راح نحطه بالفريزر ونستناه يجمد. يا سلام الإدام صار جاهز، والله شكله مرة يشهيات. تحسي البطاطا كذا مطبوخة مضبوط. يلا 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 غرفين لنا. أنا الحين صراحة جعت والله جعت. غدانا البطاطي صار جاهز، يلا ميمي جربي جربي ايش رايك؟ واو كيف؟ واو احلى ايدام دكتور. طب ليش تاكلي بالشوكه كلي بالعيش؟ عندك بالطريقتين تصبري. ما شاء الله تبغى تحلل كل الطرق. صار كذا متسبك. انا دكت واحده طبعا. كنت متاكد اذا مستوي او لا، دكت واحده بالغلط. بالغلط ها. سؤال ايش تختاري، الفطور ولا الغداء؟ ايش احلى؟ العشاء. يلا يا جماعه خلونا نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. احلى ايدام بطاطس والله. واو يا جماعه اخيرا حقق حلمي، امي كانت تسوي دائما ايدام مليان كل انواع الخضار والبطاطس. اقل شيء صار عندي ايدام بطاطس بدون اي خضار. تتهرب المذاكرة بأي طريقة، قاعدة تلعب مع السبة بالبالونات. ماي جاد والله عجبني الوضع. المهم يا سيس شوفي جهزت لك، شوفي الجمال. مستعدة تشوفيه؟ ايوه. 1 2 ترا. ايش رايك؟ يعني الله يعطيك العافية، يعني بس يعني ايش يا البطاطس العادية اكثر من البطاطا الحلوة. لا 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 حبيبتي، انا قلت لك تاكلي كل انواع البطاطس الموجودة ومن ضمنها البطاطا الحلوة. يلا طبعا سويت لك هريسة بالبطاطا الحلوة. قومي خلينا نجربها، شكلها يشهي ولونها يفتح النفس. في باقي من الغداء؟ هو باقي من الغداء، بس عندك تحدي اليوم تاكلي كل انواع البطاطس في الحياة. مين ما تحب البطاطا الحلوة اقول لكم اياها، يعني انا اعترف لكم، بس اليوم ما يصير تقولي لا، اليوم لازم تاكلي كل انواع البطاطس. حلوة ولا لا؟ من جد؟ حتاكليها يعني حتاكليها يا جماعة. ترى البطاطا الحلوة مرة مفيدة، ترى هذه مفيدة أكثر مليون مرة من البطاطا الثانية اللي تحبيها أنت. بس البطاطا العادية عليل. أنا عارفة، بس هذا البديل الصحي لها. يا جماعة ما أدري إيش بها، هذا مو مني. البطاطس نفسها مو حلوة والله، أنا أسويها أحلى من كذا والله. البطاطس مو حالية. رجع رجع، تحسوها بطاطا حلوة بس ما فيها حلاوة أبدا. بطاطا حلوة بس مو حلوة. عشان تعرفوا اني حتى ما اكتفيت اني اطبخ في البيت وبس، كمان طلبت لميمي اكثر شيء تحبه في الحياه، والحين راح نفاجئها فيه. ما شاء الله مروقه هنا مع سيمبا. شوفي جبت لك شيء تنقنقي عليه، شيء راح يعجبك. وفي قطعه المحشي اللي احبه. يا ربي في قبل قلت لك اليوم راح تعيشي على بطاطس انواع واشكال وفي احلى حاجه. اوه ماي جاد يومي سلام. يا سلام يا بيبي ميمي، هذا المنظر الحلو اللي شهي. او ماي جاد. واو، كم من 10؟ 10 من 10. هو الايدام اللي سويت لك اياه؟ لا معليش الايدام. الله عليك الله عليك، تبغاني عشان اطبخها دائما. والله بطاطسهم لذيذ. بالعافيه عليك بالعافيه. الله يعافيك. ايش البطاطس ولا لسه؟ مستحيل مستحيل بعد هذا كله. يا ربي. وحلى البطاط صار جاهز. يا سلام يا سلام. طبعا صار وقت العصر يا جماعة، وقررنا نحلي برضو بحلى في بطاط. احنا اليوم ممنوع نغش، اي شيء ناكل لازم يكون بطاط، حتى الموية اللي نشربها المفروض تكون نشا البطاطس اصلا. سلام يا سلام. يلا ميمي جربي، خلينا نجرب مع بعض، لانه صراحة ده حلى. انا ما اقدر كذا اشوف احد ياكل وانا ما اكل حلى، الا الحلى يا جماعة الا الحلى. بسم الله، شوفوا كيف جمدت الشوكولات معانا وصارت كذا بطاطس بالشوكولات. يلا جاهزة؟ جاهزة. 1 2 3 باللقمة اللي فيها البطاطس.
واو اوه ماي جاد يا جماعه والله العظيم من احلى اشياء اللي جربتها. اصلا تعرفوا اول ما تحطوا اسنانكم تحسوا كذا قرمشه مليون. ما قد جربت القرمشه هذه، يعني انا جربت عرفت الشوكولاته اللي يكون فيه كوكيز وكذا. ايوه بس هذا غير مقرمش مليون يجنن. الحين اللي راح ترجع من المدرسه راح اخليها تجربه، متحمسه بشوف ردة فعلها. وعلى فكره ما تحس بملوحه البطاطس كذا، حسيته اندمج مع الشوكولاته لانه ملحه خفيف كمان. هذا الشيء لازم تجربوه، وغير كذا اسهل حلا سويته في حياتي كلها. من جد لازم اللي تحبوا الاشياء كذا الغريبه العجيبه جربوه. ما حتى لو ما تحبوا الاشياء الغريبه العجيبه جربوه. واهم شيء جيبوا البطاطس هذا العيدان اللي يكون ملحه قليل عشان ما تحسوا انه بطاطس، تحسوا انه شيء مقرمش بس ما انتوا عارفين ايش هو بالضبط. من جد والله مره حلو. ها كرهتي البطاطس ولا لسه؟ لسه. يا الله انتي خلاص صراحة بعد الحالة هذا بالعكس حب البطاطس زاد اكتر واكتر. هذه لولي رجعت من المدرسة. لولي كيف كانت المدرسة؟ خايف. ما عجبك اليوم؟ يلا ان شاء الله بكرة يكون احسن. لولي جربي حالة البطاطس اللي سويناه مرة حيعجبك. يلا خذي تاني عند البطاطس والنتيلا. ايوه والنتيلا هذه مع الشوكولا الثاني. يلا جربي خذي كله. جربي اول انت. يلا كلناه لولي طفحنا فيه، كان مرة لذيذ بس خلينا لك ولا نبغى نخلص ولا بيبي. من جد والله. يلا لولي اعطيها قضمة. ها ايش رايك؟ عجبك؟ بيبي تعالي شوفي ايش استناكي. والله يبغالها مبينات على الجلسة هذه. ورب انك فنانة وقتها. شوفي ما بقيت ولا نوع، ختمتي انواع كلها ما شاء الله عليكي. يلا تفضلي ابغاكي تجربي البطاطس هذا اللذيذ وتقولي لنا ايش احلى واحد فيهم. طبعا بما انه ميمي تحب اكثر شيء بالملح فكثرت لك اياه. يعني. الله يكفو. والله هذا العشاء ولا بلاش. انت لسه ما طفشتي بالبطاطس؟ ابدا قلت لك ما حيجي هذا اليوم اللي اطفش فيه البطاطس. يا الله يا جماعه شوفوا ايش مطلعت لها من الفريزر، تبغاني اقليل هذه الاشياء كلها. تخيلوا اربع انواع. توقعت على اخر الليل تقولي خلاص اميره انا ماني قادره اشوف بطاطس في حياتي. لن يحدث. يا ست الحسني والدلال. أربع أنواع بطاطس. والله إنك فنانة. لك الهاش براون، سويت لك البطاطا النحيفة، سويت لك بطاطا الأصابع، وسويت لك الوجز والصوص اللي يحبه قلبك وكاتشب وشطة واختاري على كيف كيفك. ما شاء الله. هالو لي شايفة؟ والله صراحة هذا أحلى يوم في حياتي، ما توقعت حيجي اليوم اللي آكل فيه بس بطاطس. يا الله خلاص شبعت من كثر ما اكلت بطاطس اليوم. احس اني ما ابغى اكل بطاطس لمدة شهر كامل قدام. صح انه هو لذيذ بس اكلت اليوم بما فيه الكفاية.